هذا في نص الحديث الشريف. فلم يبق فقير من فقراء الناس إلا وقد استغنى. وهذا الحديث الشريف يذكر فقراء الناس ولا يقول فقراء المسلمين، لأنه في نظام الاقتصاد الإسلامي لا فرق بين المسلم وغير المسلم ما دام يعيش تحت حكومة الإسلام. فلا فقير، هذا ما يذكره علماء البلاغة والأدب العربي، أنه النكرة إذا وقعت في سياق النافي هذا يدل على العموم، يعني لا يوجد هناك فقير واحد.